احبائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه طبعا جديده ومفيده من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج الفار. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين طبعا، وحلقه جديده من برنامج الفار مع احمد نادر على قناه الاهلي اونلاين تي في. النهارده طبعا زي ما عودناكم عاملين لكم حلقه جديده وحلقه قيمه سمعكم وقام بنتكلم فيها طبعا عن فوز وحسم النادي الاهلي الكبير للدوري رقم 42. طبعا مفاجاه يا جماعه، مفاجاه، اوه انا متفاجئ يا جماعه، احنا كسبنا الدوري، كسبنا، مش مصدق، مش مصدق. بعد منافسه شرسه شرسه طبعا مع المنافس التقليدي نادي الزمالك بفرق كام نقطه. انا ما بقتش بعد، احنا باين احنا كام، احنا 73 وهم 55 وفي ثلاثه بتوع اتوبيس، يعني نحط بقى الثلاثه في مخنا وال55 على قد يعني فرق بتاع 21 نقطه مثلا، فده طبعا بيدل على منافسه قويه ومنافسة كبيرة بين قطبين الكرة المصرية، ويحسم الأهلي لقب الدوري رقم 42. طبعا في حلقة النهاردة هنتكلم على المباراة القوية جدا واللي أدت لحسم الدوري تماما من النادي الأهلي، طبعا بعد ما الزمالك قدر يهديه للنادي الأهلي بخسارته أمام أسوان بهدف مقابل لا شيء، اللي هو الواد راح واخدها وراح رافعها فوق بدماغه راح له خد يلا، وراح لعبها لوب من حارس الزمالك ونزلت طبعا تتهادى في الشباك ليحسم نادي أسوان لقب الدوري لصالح نادي الأهلي ويصارع نادي الزمالك على المركز الثاني. امبارح الاهلي كان عنده مباراه مهمه جدا امام نادي مصر المقصه العنيد جدا والقوي جدا بقياده الكابتن ايهاب جلال، وتعالوا بقى مع بعض نشوف شكل المباراه كان ماشي ازاي. بالنسبه لشكل مباراه الاهلي والمقصه، طبعا نادي المقصه العنيد جدا بقياده الكابتن الكبير ايهاب جلال، واللي كان بيلاعب النادي الاهلي بلاعبين طبعا عناصر خبره زي الكابتن محمد ابراهيم وزي لعيبه كبار جدا موجودين في نادي المقصه، وطبعا ميدو جابر لاعب الاهلي السابق، وطبعا الاهلي بقياده رينيه فايلر قرر ان هو يعمل روتيشن. واحد يجي يقول لي يعني ايه روتيشن ده؟ اقول له عارف جوارديولا الراجل اللي اقرا اللي بيدرب السيتي؟ هو نفس القصه، بيريح لعيبه وينزل لعيبه. الراجل قال لك انا خلاص حسمت الدوري، ابدا بقى اجرب لعيبه جديده وابدا اجرب ايه خطط مختلفه. احنا زي ما شفنا الاهلي امبارح بدا 4-3-3، في حراسه المرمى كان محمد الشناوي، اثنين مساكين ياسر ابراهيم وايمن اشرف، على الشمال علي معلول، على اليمين كان محمد هاني، اثنين ارتكاز كان موجود عندنا طبعا عوده عمرو السوليه وجنبه حمدي فتحي، امامهم محمد مجدي قفشه صانع العاب، وقدامهم طبعا الثلاثي الافريقي الكبير اليوباتجي واجاييه وجيرالدو. النادي الاهلي لعب بطريقته المعهوده، دفاع الستاره اللي اتكلمنا عليه قبل كده، بيحاول ينقل الكوره، بيحاول يضغط على لاعب المقصه من بدايه المباراه، ولكن طبعا في البدايه قدر الاهلي ان هو يحرز هدف ولكن تم الغائه طبعا، وهنحلل مع بعض تم الغائه ليه في فقره الفار. نادي مصر المقصه لعب بطريقه جيده جدا، وهي ان هو بينقل الكره على الارض بشكل سريع جدا عشان يقدر ان هو يقضي على التكتلات الدفاعيه اللي عاملها النادي الاهلي، وعشان يقدر يبني هجمات ويقدر يوصل لدفاعات ولمرمى النادي الاهلي. طبعا ده بياكد الكلام اللي انا كنت بقوله قبل كده يا جماعه، قلت ان نادي الاهلي او لعيبه الاهلي لازم تاخد تعليمات بالضغط على حامل الكره، بالضغط على لاعبي الفريق المنافس، لان الطريقه دي زي ما قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت او في الحلقه بتاعت تحديدا حرس الحدود، ان اي فريق بينقل كرة على الارض بشكل جيد بيعرف يستلم ويسلم هيقدر بسهوله جدا ان هو يضرب الطريقه دي، وده اللي حصل امبارح في مباراه مصر المقصه. وغير كده طبعا كان في مشكله ثانيه، وهي برده قصه الهاي ديفنسيف لاين او الدفاع المتقدم، ان النادي الاهلي بيلعب بدفاع متقدم علشان يخلي الفرقه اللي قدامه مضغوطه في نص ملعبها، ولكن اللي حصل امبارح ان فريق المقصه قدر ان هو ينقل الكوره ويضرب دفاعات نادي الاهلي في طبعا عدد كبير جدا من الفرص، وده طبعا اللي اسفر عنه الهدف اللي احرزه فوافي واللي تم الغائه بداعي التسلل، وبرضه هنتكلم عنه في الفار. المباراة استمرت الشوط الأول محاولات من ناحية مصر المقصة ومحاولات من ناحية النادي الأهلي، وكانت المباراة سجال وكانت مباراة جيدة جدا وفيها كورة أنت تبقى مبسوط وأنت بتتفرج عليها، ولكن في النهاية انتهت أحداث الشوط الأول بتعادل الفريقين 0-0. بدأت أحداث الشوط الثاني وبدأ طبعا نفس برضو الأداء السجال الكبير، لحد ما حصل أن في كرة كده جت انفراد وراح طبعا أليو ديانج اتضرب بكوعه، يعني أحد لاعبي المقصة ضربه بكوعه في وشه، وطبعا بعد الرجوع للفار تم طرد اللاعب ليلعب نادي مصر المقصة ب10 لاعبين بداية من الدقيقة 60.
بعد الدقيقة 60 وبعد طرد طبعا لاعب المقصة بدأ الأهلي يعمل بعض التغييرات الهجومية علشان ينشط الناحية الهجومية، وطبعا من بداية الشوط شفنا الكابتن كهربا نزل وبدأ الأهلي ان هو يحاول يضغط بخطوطه ويحاول ان هو يخلص المباراة، ولكن ده لم يسفر عنه أي شيء كبير، وفي النهاية انتهت المباراة بتعادل الفريقين 0-0 لكي يصل نادي الأهلي للنقطة رقم 73 وطبعا يحتفل بالدوري رقم 42. وبنقول ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وللاعبيه وإدارته، وإن شاء الله عقبال ما نحتفل بالدوري رقم مليون. يعني احنا بس يا جماعه يا ريت بس الناس تنافسنا شويه، يعني ما بنلعبش نفسنا احنا، يعني سيب الدراع يا كابتن فايلر بقى، سيب الدراع. اما بالنسبه لفقره الفار فكان عندنا طبعا ثلاث حالات تحكيميه، اول حاله هي الهدف اللي احرزه طبعا الكابتن عمرو السوليه واللي شاطها واللاعب بتاع المقصه دخل فيه عشان يحاول يقطعها، ولكن تم حسب فاول على اليو بادجي علشان هو طبعا بعد الرجوع للفار اكتشفنا ان هو حجز اللاعب بتاع المقصه فحسبت مخالفه عليه. في حاله طبعا وهي بتاعه اللاعب فوافي من مصر المقصه واللي احرز برضه هدف في الاهلي، وفي النهايه تم الغائه بالفار بداعي التسلل. بعد الرجوع للفار في كره تانية خدها الكابتن اليو ديانج وحاول ان هو خد يلا وراح لعبها ثرو اليو بادجي، ولكن اكتشفنا ان اللاعب بتاع المقصه ضرب اليو ديانج وهو بيلعب الكوره بكوعه كده، يعني حجز بكوعه كده وهو بيجري. فطبعا بعد الرجوع للفار تم طرد لاعب المقصه لتلعب مصر المقصه بعشره لاعبين من الدقيقه 60. استني رايكم في التعليقات وقولوا لي انتوا اصلا ايه رايكم في تقنيه الفار، هل شايفين ان هي مفيده للمباريات ولا شايفين ان هي مضره وبتعمل لغط وبتخلي الناس يعني لما مؤاخذة بتوقع الناس في بعض كده بالبلدي يعني. اما بالنسبه للجوائز بتاعتنا فجائزه البابا الحقيقي بيحصل عليها النهارده كابتن عمرو السوليه. كابتن عمرو السوليه رجع من الاصابه واحنا شايفين اصرار شديد جدا في اللعب، احرز هدف وتم الغائه، في كره ثانيه حاول يلعبها بدماغه اللي اتحسبت عليه فاول لما محمد مجدي قفشه ردد له حطها جول، غير كده شايفين اداء متميز في الملعب وشايفين الكره في كره جميله جدا وكره مهاريه اللي رفعها كده مش عارف اعملها ازاي، عملها كده جايه كده، فطبعا الكور دي ما يعملهاش غير لعيب حريف ولعيب كوير كده بلغه الكوره. فبنقول احلى تحيه للكابتن عمرو السوليه والحمد لله على السلامه من الاصابه ويحصل معانا على لقب البابا الحقيقي. اما عن اللقب الاخر وهو محترم بيحصل عليه طبعا الكابتن الكبير محمد الشناوي، واللي طبعا حصل معانا على لقب البابا الحقيقي في المباراه اللي فاتت، لان محمد الشناوي طبعا ما شاء الله يعني عنده ثبات مستوى وقادر ان هو يكون صمام امان للنادي الاهلي، وطول ما هو واقف احنا فعلا حاسين بامان شديد ورا دفاعات النادي الاهلي. اما عن فقره السلك العريان فطبعا بمسكها النهارده للاسف للكابتن جيرالدو لاعب النادي الاهلي. كابتن جيرالدو يا جماعه يعني انا مستواه عليه علامه استفهام كبيره جدا، هو لاعب سريع ولاعب مهاري وعنده امكانيات كبيره، ولكن احنا بنفاجئ بتصرفات غريبه جدا اللي بيبقى معاه الكوره، بنفاجئ بتحركات غريبه جدا، بيجري بس لكن في حاجات احنا محتاجينه يتقل على الكوره في اوقات معينه، التحركات تختلف، يسلم ويستلم، ففي يعني علامات استفهام كبيره جدا واحنا بندعوه للتركيز لان الجاي صعب، الجاي صعب يا جيرالدو، ركز معانا والنبي. دي كانت نهاية حلقتنا من برنامج الفار، وسؤال الحلقة زي ما قلنا لحضراتكم ايه رأيك في تقنية الفار؟ هل شايفها تقنية مفيدة ولا شايفها تقنية مضرة ولا شايفها هتودينا في داهية؟ وعندي بقى رسالة بقى ايه للناس اللي عمالة تكتب كومنتات وبتاع، بص يا حبيبي احنا جايين نهرج، خد بالك ايه انا جاي اهرج، عايز بقى تتفرج على حلقة كابتن ايمن شوقي بيعمل برنامج كده عاقل ممكن تتفرج عليه، ودي كانت حلقتي وبرنامجكم وبرنامج المفضل برنامج